ما هي حقيقة الأزمة التي أصابت بيتها الزوجي؟ هل أنهت آخر الزيجات بعد عقود وأيام زي العسل؟ ما هي الرواية الكاملة لليلة الوداع التي بكى فيها القمر؟ كعادتها تأبى الوقوف في دائرة الضوء إلا كبيرة، كما عودتنا دايما على النهايات السعيدة تأبى إلا أن تنهي فصول حياتها مع الآخرين إلا بمنتهى الحب. تلك هي النجمة الأكثر جاذبية خلال القرن الماضي، وما تزال في لبنان والعالم العربي صباح بكل معنى الكلمة. عبر عيون بيروت منردد مع كل المشاهدين كل عام وكل لحظة، والصبوحة لا تفارق وجهها السعادة والابتسامة. مرسي. صبوحة، وأنا بقول لك مع كل المشاهدين يلي إلهم بيتصلوا من نهار اللي اتصلتي فينا وطلعتي معنا على الهواء وبيقولوا لنا قد ايه بحبوكي، منردد كلنا معهم كلنا نحبك. ما أنا لولا المحبة هاي ما في عيش ولا بقدر استمر بحياتي يعني. بداية من الأغنية الجميلة في اللي شفنا شوي منها ليلى بكى فيها القمر، قديش بتشبه حكاية الفيلم ما عشته فصولا مؤخرا؟ هو الحقيقة هيدي بتعني معانيها بتعني لكل إنسان يعني ساعات ساعات، وطبعا ليلى بكى فيها القمر كل ست يعني عندها قصة من هالنوع مش أنا بس. يعني تعرف يعني صارت معي عدة مرات. فينا منكون عم نزيع سر للمشاهدين إذا منقول إنه فصول حياتك الأخيرة ربما بلشت تظهر يوم عيد الحب عيد العشاء؟ إيه، أنا تركت يوم عيد الحب. هو الحقيقة أنا إلي سنتين يعني حاطة براسي إنه لازم أنا وفر لازم أعطيه فرصته بهالحياة. بتعرفي هالأيام ما في شغل كتير، والإنسان بيوصل لسن يمكن بيتبهدل بعدين إذا ما دبر حاله وما اشتغل. يعني الحقيقة هو إنه أنا كنت دائما شجعه يكون عنده مشاريع، وطبعا يجي ناس كتير على البيت، مشروع التلفزيون بالأول وكان يجي ناس كتير، التلفزيون كانوا بده يعملوا بأمريكا وإجت أحداث أمريكا التهى، وكان ضل في عنا ناس يفكر هو بمشاريع كتير وأغلبها ما تتم، بس البيت مليان وأنا قاعدة بهالأوضة مزروبة اكل فيها نام فيها قوم فيها. يعني يمكن هو عودني انه انا ضل لوحدي، مشان هيك هلا قدرت ضل لوحدي مشان هيك. سمعنا كثير وانكتب كثير ونحكى كثير، نحن بنعرف انه صباح صريحه مثل الشمس. قانونيا شو صار هلا؟ قانونيا هو الحقيقه كثير كتبوا يعني القصه بقت مثل مسلسل، وبيتنا تليفوناتنا ما بتهدى، و انه هو الحقيقه انه انا يعني ابتديت فعلا انه بالطلاق. نحن كنا مجوزين بلندن وانا عندي محامي صديقي هونيك ابتدى انه يعمل لي معاملات الطلاق، مش معناته انه فادي مش منيح، بالعكس يعني فادي انسان كتير كتير كويس وعنده اخلاق، ويعني واذا اشتغل مع حدا كتير بيندفع بشغله وكل شيء، يعني ان شاء الله الله يوفقه. بس أنا لما رحت على مصر أحضر عيد حبيبة قلبي نبيلة عباد، وصلت أنا شفت فادي على المطار ورجعت طلعني على السويت ونزل ما عاد شفته، فأنا عدت بهالسويت صرت أبكي أنه أنا لا وحدي هيك ما في حدا، ويعني كتير استفقت وهيك، ويعني يوم كمان طلع ضغطي شوي حكيت الدكتور نيكولا خلف هون قال لي ما تخافي يعني استطحي ونامي وما عليكي وهيك، فضلتش 4-5 أيام ما في لا تليفون لا إذا طلبته برد ولا بيجي بالليل، فقلت أنا منيح يمكن هو حابب إنه يتفرغ لأعماله هيك، وإن شاء الله يعني تركت له المجال إنه هو يتفرغ لشغله وإن شاء الله الله يوفقه. صبوحة، دايما منعرف انك بتحرصي على الخروج من العلاقة الزوجية اذا فشلت بعلاقة صداقة وود مع الزوج السابق، يعني دون اي كلمة عتب بصمت حديدي، هل دايما بينجح هالاسلوب؟ انا معي ناجح هالاسلوب، لانه يعني الانسان ليش ليكون عدو لاي انسان عشت معه 17 سنة، فهو كمان عنده عائلة وعنده بنته يعني، فلازم انه يدبر مشروع. بفتكر عم بيشتغل مع الامير عبد الرحمن عبد العزيز، وهي شغله له عظيمه انه يكون مع امير مثل هيدا. يعني على صعيد العمل وعلى صعيد العاطفه، معروف عنك صدقك. صباح وبهاللحظه ووضوحك ايضا، صدقك ووضوحك بهاللحظه، شو بتشعري كجلده حساب؟ هلا بشعر اني انا مرتاحه يعني، هلا اريح فتره هلا،
ولأنه كمان إذا إله الكون أمنته باسمه كتب لي كم يوم أو كم شهر أو كم سنة لودع الدنيا، خليني ودعها وأنا مرتاحة يعني، لأنه صرت بعمر بصراحة ما عاد في يعني أحمل حدا. صحيح لأني حملت كل 55 سنة حاملة عالم، ولحديت هلا يعني صعب ما عادش أقدر. صبوحة، بعد سلسلة الزيجات إذا فينا نقول يلي انتهت بغالبيتها، ما رح نقول فشل أو نجاح، كانت منتهية، هل بتحسي إنه المشكلة بمؤسسة الزواج بنفسها أو المشكلة بالكوب؟ والله ما بعرف، يمكن المشكلة مني أنا مش عم بيقولوا، أنا ما بعرف، أنا فكرة حالي مهمة، يمكن مش مهمة ولا شيء. وأنا عندهم هن مشاكل كمان، بفتكر إنه هالمشاكل زعجتني، يمكن هني كمان. فدايما المشهور بيبقى مطموع فيه، ويعني بيبقى رجال معقد بده هو يكون أحسن. وطبعا فادي يعني صارت له فرصة عظيمة إنه كل المجلات وهيك عم تكتب عنه، يعني مثل ما أنا كبرت حالي بهالدنيا هو كمان. صبوحة، ساعات ساعات مستمرة بهالجلسة الجميلة معك، رح ينضم لنا هلأ مباشرة من مصر صديق صبوحة فنان الكاريكاتير والإعلامي رمسيس من عيون بيروت. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. بنقول لك من عيون بيروت يا تلفزيون يا، بماذا نكمل؟ يا أنا بقول يا عيون بيروت يا، وأهم حاجة يا صبوحة يا. يا حياتي. رمسيس مساء الخير. مساء الخير رولا، ازيك؟ نحن بدنا نعرف شوية، معلش في فترة زمنية. صح، بدنا نعرف اخبار صداقتك بالصبوحة، بس احنا نحاول نلحق بعض. صداقتك بالصبوحة شو بتحكينا عنها؟ صبوحة طبعا زي ما بقول دايما ان الصبوحة سبب سعد لكل اللي بيعرفها. وانا الحقيقه انا هي عارفه انا بعرفها من 20 سنه، وال 20 سنه دي بدات فيها انطلاقي وتالقي. اكيد في لحظات حلوه، مفيش مره اعمل حاجه تنجح الا لما نعم. اكيد في لحظات حلوه جمعتكم كتير. لا الصبوحة يعني كتير وذكريات جميلة. وأنا أنا لقيت صور عندي في الأرشيف بتاعي هتبين أيام الشعر الغزير بتاعنا. أنا يكفيني فخر، يكفيني فخر إن أول ما الصبوحة توصل مصر أول تليفون يجي من المطار لينا بيكون رمسيس والسميحة مراتي وأولادي، وهي بتحب عيلتي كأنها تقول أنتوا عيلتي أنتوا بيتي. عشان كده النهارده لما عرفت ان صبوحة عايزاني على الهوا انا حاسس عايزاني ليه، وجاي صدقني متقطع، لان انا مش عايز صبوحة اي حاجه تضايقها، لان دي حاجه جميله في حياتنا. يعني احنا كلنا بنعيش في المحور بتاع الصبوحة. شوف ابتسامتها، الابتسامه دي من 20 سنه شايفها، والصور دي كلها عندنا في البيت. يعني مع الصبوحة عرفت المجتمع الفني كله، عرفت الحياه. على فكرة أول لقاء اللي فادي مع الصبوحة على التلفزيون كنت أنا عملته في التلفزيون يا، وأنا شاهد على العصر زي ما بيقولوا. يعني الصبوحة زي ما سبب سعد لكل الناس، هو يعترف فادي دلوقتي إنها سبب سعده. صحيح. وإن هي كانت جميلة وتدفعه للنجاح. عايز أقول لحضرتك حاجة، معلش أنا بتكلم كتير. يعني لما يكون في حفلات كانت بتفضل إن فادي يطلع قبليها وبعدين تحتضن وكده وتظبط له الجو العام. صحيح استاذ، مش عايز اقول لك يعني رحله الصبوحة بدنيا هي. الفن كيف بتوصف لنا اياها؟ الحياه العاديه بدنيا الفن. لا لا الحياه العاديه لا تنفصل، هي الصبوحة حاجه واحده حلوه، مش مزيفه. يعني هي الصبوحة الحلوه الحبوبه اللي بتحب الناس، كل الناس. كفايه انها بتعلم الناس الحكمة دايما تقولها لي. أنا مرة جبت برنامج 30 حلقة، كان هي بتقول المقدمة، 30 يوم بتقول انسى اللي فات، ما تفكرش في اللي حصل النهاردة واللي جاي لسه بعيد. ما عندكيش فكرة يا رولا تأثيرها على المشاهدين قد إيه. كنت أنا بتفائل باللي بتقوله ده، اللي جاي لسه بعيد ما تفكرش فيه. شو اللحظات اللي بتنسيها مع رمسيس؟ الناس بتستشهدوا بكلام الصبوحة لغاية دلوقتي. رمسيس ما بنسي أبدا بصراحة، لأنه أول شيء أول ما رحنا احتضن فادي
وكان بعده فادي يعني اول هيدا، ونحن وياه طول الوقت بالبيت عنده. اول لقاء عملناه ونحن بالبيت يعني. التلفزيون يا اما كان بيعمل لك شعرك. ابرز كان عامل زي المقشه كده. ابرز المحطات مع اللي جمعتك برمسيس حبيبي صباح. رمسيس بعرفه انا يعني كان بعده شيء انه بادي، وحبيته كثير هو وعائلته، لانه يعني رجال عائله، عرفت كيف؟ بحب بيته وبحب مدامته كثير، وانا بحبها كثير لاله، بحب بناته كانهم بناتي. ورمسيس انا ما بنساه ابدا كصديق، يعني حتى اذا ضايقت من شيء بطلبه. كفايه اللي بيطلبني سبوحه اللي بيطلبني في البيت الانسر ماشين بتاعي. هتقول لك السبوحه الانسر ماشين متسجل عليه ايه؟ يا دلع. رمسيس. لا رمسيس يا معلم. رمسيس ماذا يهمس فيه؟ رمسيس يا معلم يا معلم. اي مظبوط. الناس تطلبني ساعات. تقول لي ايه انا مش عايزك، انا بس لقيت السبوحه بتغني فانا هسمع، انا ما اعرفكش لكن السبوحه بتغني معايا انا هسمعها واقفل. شو بتغني؟ انا عندي محطه تلفزيونيه اذاعيه متحركه. شويه انا بتكلم كتير بس قاطعيني يا رولا. لانه في فرق الصوت، مشان هيك يا استاذ رمسيس حقك عليا يا اخويا. لا 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 خش ما يهمكش. شو الغنيه يلي على الانسنج ماشين؟ شوقتنا نعرف شو بتقول كلماتها. هي طالع يا معلم يا صبوح رمسيس. يا معلم يا معلم. رمسيس معلم يا معلم. رمسيس ماذا تهمس في اذن يا معلم يا معلم الفنانة صباح من القاهرة مباشرة على الهواء؟ معايا حضرتك؟ صح. ماذا تهمس في اذن الفنانة صبوحة من القاهرة مباشرة الى عيون بيروت؟ عايز اقول لها يا سبوحه اللي فات ده حاجات حلوه قوي، واحنا مش عايزين نقفل دايما. يقول اذا خرجت، هي علمتني الحكايه دي، لا تغلق الباب وراءك، انا بسيب الباب متوارب. فهي طبعا كل الحياه الجميله اللي عشناها دي واللي عشتها مع فادي، انا ضد انها بنلحظه تتقفل كده. يعني يمكن معلش فادي الشباب ونزق الشباب، لكن انت الصبوره الصامده اديله فرصه برضه يا صبوحه. برضه فادي حبيبنا واخونا، ويعني ان شاء الله ان شاء الله. ما بعرف انه مش عارف اقول لك ايه. اول مره هقول لك لا. بتقول لك لا مع انه نحن بنتمنى الوفق للجميع. نحن كثير نشكر شهادتك المباشره الفنان، وكلمتك الاخيره لو سمحت فنان الكاريكاتير والاعلامي رمسيس من مباشره من القاهره. عايز اقول لك يا صبوحه ان احلى تعبير عنك الاغنيه اللي قلتها اللي بدانا بيها البرنامج، ساعات ساعات احب عمري واعشق الحاجات. احنا عايزين الساعات دي تبقى مستمره. وبعدين انت الصبوحه، انت التالق، انت الشمس بتاعتنا. يعني انت ممكن الشمس تضايق حد ان يبقى الدنيا حر، بس انت الشمس. استاذ رمسيس اذا بدك تسالها سؤال للصبوحه معنا اليوم، شو بتسالها؟ صبوحة أنا في موضوع نازل في مجلة بكرة أو بعده، أنا كاتب على لسانك. الصبوحة تقول لم ولن يحدث انفصال، لأن انفصال اللي على الورق ده أنت ده انفصال رسمي، لكن أنت بينك وبين كل الناس اللي بتحبيهم عمرك ما بتقطع العلاقة. عندك القلب الكبير اللي بيستحمل، فخلي القلب الكبير ده موجود، وخلي برضه ليه ركن كده مفتوح. حد عارف صبوحة شو بترد؟ صبوحة ايه جوابك لو سمحتي؟ أنا بقول له لرمسيس ميرسي يا حياتي على شعورك ده، وبقول لك إنه قلبي ما بقى زي الأول، يعني قلبي عيني بقى يا دوب اشتغل. فحكاية القلب ما تخليه زي قلب محمد منير، أنا قلبي مساكن شعبية. يعني بتعرف الموضوع منه كتير سهل يكون مساكن شعبية. صبوحة نعم. يعني انا اولا سعيد ان انا شايفك من خلال عيون بيروت. وبعدين انت جاي مصر امتى؟ قريبا ان شاء الله. انا كان المفروض على فكره عايز اقول حاجه للساده المشاهدين. اتفضل. يوم 14 فبراير اللي هو عيد الحب، او هو فالنتاين داي، ده عيد ميلادي. فالصبوحه طلبتني، وكانت مكالمه مريبه جدا، فاكره صبوحه؟ بالليل
وقالت رمسيس اخبارك ايه، يلا كل سنه وانت طيب. انا قلت طب ايه يعني، هي بتقول لك سنه طيب، بس المكالمه اعتقد كانت خدت القرار. فانا سالت سميحه يا صبوحه، قلت لها صبوحه بتتكلم في حاجه سامسونج كده في صوتها، ما انا عارف صوتك. فقالت لي لا ان شاء الله ما فيش حاجه. صحيح يا شيخ، كان بطلب الاوتيل فما لقيتكيش. انا دايما هيك يعني، بس احكي مع رمسيس. اخر مكالمه بس احكي مع رمسيس كاني عم بحكي مع خي لي، ومدامته كمان ست كتير فهمين وهيك. فقد ما قعدت لوحدي بمصر صرت احكي وهيك، كنت عم بحكي وعم ببكي يعني، بس هو ما اشتلق. مش عم ببكي انا كرمال يعني انه فادي ترك او لا، كرمال انا قاعده لوحدي هيك قلبي حزين، ما معي حدا لا من اهلي ولا اي حدا. نحن كثير بنشكرك. انت كده زعلين يعني، انا ساعتها كان لو قلت لي المشاعر دي كنت حكي لك. ما في شك ابدا. نحن كثير بنشكرك رمسيس لانك تعذبت وجيت على استديوهاتنا بالقاهره. نشكر كل العاملين يلي ساعدونا تنطلع صوره مباشره على الهواء. شكرا لك. برنامجكم جميل جدا. شكرا جميل. شكرا صبوحه يا حياتي، ناطرينك في مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حياتي. خلينا في شم النسيم، تعال لنا زي كل سنه في شم النسيم. يلا وحنلم كل حبايبك ان شاء الله. زي ما كنا كل سنه نبقى عندك في شم النسيم ان شاء الله. يلا ربنا يخليك لينا جميعا. ونتمنى ربنا يديكي سلام. ما في إلون قلبي فرقوكي، كل محبينك وهن كتار كتير. صبوحة آخر زواج استمر كتير، بس هل بينك وبين نفسك كنت عارفة أنه رح توصلي ليوم مثل هاليوم اللي وصلتي له، لهاللحظة مثل هاللحظة؟ ايه. كان عندك حدس؟ مضبوط، وخصوصا آخر سنتين كان فادي يعني كتير بيظهر، ويعني ما هو كمان كان الآن ما كان كتير حابب يعني انه يقعد، والحمد لله انه لقى شغل وان شاء الله الله يوفقه. بس انا من سنتين حاطه براسي هو مش حاسس كان، لانه ابدا قال لك صباح مثلا بهالسن هيدا ما رح تتركني وما بدها تروح. افتكر هيك انا عندي الدنيا كلها بتحبني الحمد لله يا رب، وعايشه بهالمحبه، والله ما يحرمني من هالاصدقاء. ست الهام فريحه حبيبه قلبي قالت لي بدك ايه، وحكتني وقالت لي انا جنبك. منى الصلح، اميره منى الصلح الله يطول عمرها، كمان قالت لي شو ما بدك انا والامير وليد حدك، ويعني كثير كثير اجاني تليفونات من ناس ما كنت منتظره انهم يحكوا معي. قولي السعوديه طول عمرهم واقفين حدي، وفي كمان بدريا مبارك الحساوي بالكويت اكثر من اخت لي يعني، كمان ما تركتني ابدا وبعدها لهلا ما بتتركني. صبوحه لازم تتعجبي لو بالعكس، لانه اذا تلفنوا لك اللي بحبوك هيدا شيء بديهي وطبيعي. الحمد لله. جلستنا بعد باولها معك استراحه صغيره وقفه اعلانيه اولى ومنتابع حديثنا مع صبوحه. صبوحة منورة الليالي والأمسيات هيدي الحفلة من شهرين وبعدك ست الستات على المسرح. ايه كانت حفلة كتير حلوة راس السنة بالفعل. غنيت ساعتين مباشر. غنيت ساعتين مباشر وصاروا يرموني جاكيتاتهم لأمشي عليها بالأرض. خبرنا عليكو كان حاضر بوقت الحفلة. شدينا فيه كتير ليجي اجا بعد. نحن دايما بنحب نفاجئك، كل اللي بحبوك يمكن اذا بنفتح المجال تيتصلوا فيك إيه يمكن ساعات حبيبي. الدنيا ما بتكفي، بس مباشره عبر التليفون معنا الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد صديقتك. مساء الخير نبيلة. اهلا اهلا، اشتقنا لك حبيبتي. فين؟ الو حبيبتك هون، حبيبتك هون، تفضلي. يا اهلا اهلا يا روح قلبي حبيبتي، وحشتيني وانتي اكتر. والله وحشتيني، سبتي فراغ وروحتي، معرفش عندك شغل.
حياتي حبيبتي أنا. حياة قلبي انت يا روحي. انت احلى صديقة في الدنيا واحلى فنانة. ربنا يخليكي. وانت انا طلعت من الدنيا بيكي، انت صديقة عمري اللي هتفضلي على طول مدى مدى الحياة صديقة عمري انت يا حبيبتي. وانت كمان. ومش قادرة اتذكر الحفلة، اخر حفلة اللي عملتيها، شفتي حب الناس قد ايه؟ الحمد لله. عشان هو ده الفنان اللي بيبقى مظبوط، الفنان الاصيل هو ده اللي بيفضل طول عمره الناس عايش عشان الناس كلها تحبه على طول. عشان كمان الناس بيحبوكي قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. انت كمان. مساء الخير. مساء الخير ست نبيله. ايه حبيبتي شو اخبارك؟ اخباري فله. كويسه؟ اخباري فله. شو بتخبرينا عن علاقتك بالصبوحه؟ علاقتي هي علاقتي انا طول عمري احبها. انا طول عمري مغرمة بيها، وحتى قريب لما كنا في امريكا قعدت مرة قلت لها كان عندها غنوة كنت دايما لما اروح اتفرج في السينما وارجع اغنيها كمعرفش هي هتفتكرها، بس هي الغنوة كانت حلوة كل العيون حواليك فكريني يا حلوة يا جميلة انت قوليها انت فاكرها انا نسيها مش عارف ايه سحرة عليك ايه حاجة حلوة من الافلام القديمة دي، فكنت اروح اغني اعمل زيها زي ما بتغني كده كل العيون حواليك شغال. اتذكرت كل العيون حواليك بس ناسي كلامك. مش عارف ايه سحر عليك ما بقاش مكان لعينيا مش كده. نبيل عبيد حبيبتي طبعا انا طول عمري احنا حبايب واصحاب ومن ايام فريد الاطرش وكنت اشوفها بيروت على طول، فهي حبيبه طول العمر، وخاصه كمان لما كانت في امريكا يعني انا رحت عشان اطمن عليها، وانا هنا كنت دايما اكلم الدكتور بتاعها كل يوم اكلمه عشان اطمن عليها. نبيل عبيد تتذكر اول لقاء مع صباح وين كان وباي اطار؟ لا هي صباح على طول كل ما بتيجي مصر على طول بتبقى موجوده، يعني بنبقى في الاصدقاء بتجمعنا كلنا مع بعض دعوات بنبقى كلنا متجمعين، وبعدين كان في سحور كان دايما الصديق المشترك بيننا كان الله يرحمه الاستاذ بديع سرباي. مظبوط. ومره على طول ومره جان عواد اخذني لعندك كنت لبسي شورت وهيك هيك كيف خبرينا كانت حلوه يا لطيف شو كانت هلا بعدها مثل طبعا العمر كان. طب شو السر يعني اللي يقول لبنان لازم يقول صباح على طول يعني لازم يتذكر صباح على طول. ست نبيله شو السر بيقولوا انه اطلالتكم اللي بيجمعكم سوا مع الصبوحه هو هالاطلاله وهالاشراقه وهالاناقه الدائمه، شو السر برايك؟ هي صباح طول عمرها مثل ان الواحد على طول يعني بص لها يشوف ازاي بتتصرف ازاي بتلبس ازاي، فانا زيها احب اللبس قوي واحب الحياه برضو قوي قوي، واحب يبقى عندي صداقات قويه كده يعني انا اجتماعيه فبشوف فيها ده. كان دايما حتى ضيا الملحن ضيا الله يرحمه كان صديقها هي قوي قوي، وبعدين كان دايما لما اضحك ضحكه يقول لي انت بتفكريني بيها يا زي كده تحب الحياه زي كده على طول، يعني ما كناش لسه قربنا من بعض بس كنت اسمع واجمع عليها لغايه اول فرصه ما قربت منها حسيت ان انا عندي مخزون من المعلومات عنها وحاسه انها حبها تبقى حبيبه قلبي وروحي. نبيل عبيد ماذا تهمس لصباح مباشره من القاهره؟ شو بتقولي لها بهاللحظه بالذات؟ اقول لها وحشتيني جدا وهي زي القمر على طول كده وعلى طول مشرقة، وفي الحفلة عندي كانت مشرقة وكل الناس كانوا يعني مبهورين بيها وعايزاها كده على طول طول العمر. يا حياتي كان عيد ميلادها حلو كتير كتير، يعني كل النخبة الموجودة بمصر كان بعيدها كتير حلو. ربنا يخليك يا حبيبي يا حياتي. ست نبيلة شو في أغنية تاني للصبوحة بتحبيها غير اللي ذكرتيها من الفيلم وهيك بتعني لك بحياتي؟ أنا بحب كل أغانيها طبعا. بتحب يا نيانا طلبتها مني في عيد ميلاد بتعرفي تغني وكل أغانيك أنا بحبهم يا حياتي. شو هيك حافظتي لها بتعرفي تغنيها شي مقطع منها؟ لا أنا معرفش يعني أنا معرفش أغني ماليش في الغنى خالص، إنما أحب أسمع أحب أسمع بس ما كنت أروح أقلد كل العيون حواليك يا ريت هي تقولها لنا كل العيون حواليك. حياتي ناسية كلامها دي بقالها سنين. يعني اليوم ما رح نعذبك ما رح نعذب الصبوحة بالغناء ليلي دردش حوار هيك شيق. نبيل عبيد أكيد عندك ذكريات محطات كل ما بتتذكريها بتبتسمي
بتضحكي من قلبك. فيك تخبرينا شي وحده منها مع الصبوحه، خاصه انه اثنيناتكم عندكم ضحكه مميزه. شنك ليلي شنك ليلي. ايوه هي عارفاها القصه دي، بس ما نقدرش ان احنا الاثنين دي سر منا. في كلمه احنا الاثنين دايما نقولها، فلما نبقى موجودين في مكان نقولها، يعني ما نكونش مبسوطين شنك ليلي. فينا نعمل مباراه بالضحك بيناتكم اثنيناتكم؟ ايه ضحكتها فيها تفاؤل كثير، انا بحب ضحكتها. وانت على طول مشرقه على طول، يعني الواحد بيحس بالدنيا والحياه والاشراق وكل حاجه حلوه جميله. وانت كمان يا حياتي، وانت قلبك زي الفل. وانا بحبك قوي، وانت عارفه قد ايه. وانت عارفه كمان. نحن كثير بنشكر اتصالك نبيل عبيد، وعلى امل لقاء قريبا، لانه نحن فعلا اشتقنا لك ببيروت. حاضر حاضر. نتمنى لك التوفيق بكل اعمالك. شكرا، وانا هاجي لها مخصوص اقعد معاها ويك اند كده هو، لانها وحشتني خالص. اهلا وسهلا فيكي، ما رح ناخرك بقى. شكرا. اهلا، اوكي، باي باي. صبوحة، بدنا نرجع شوي للبداية. بصراحة كل فنانين مصر بيحبوني بطريقة غريبة. طبعا نبيلة صداقتي أنا وياها يعني مهمة، بس فنانين مصر عندهم الصبوحة أول كل شيء، والجمهور المصري كمان. والصبوحة بتحبهم كتير. طبعا بيعبدون عبادي. بلشت كتير بكير بعالم الفن، شو اكتسبت خبرة بهالمجال، خصوصا إذا بدنا نحكي عن الرجل بحياة صباح بالمطلق؟ يعني شو بتطمحي له بالرجل وشو بتطلبي منه؟ ما في حدا كامل يعني الحقيقة، بس أنا بطمع بالرجال إنه إذا بده يظهر بده يفوت بده يعمل شيء يضل محافظ على بيته. في رجال مثلا بيجي القوة بالمرة، والست بتتعب بتنهار، مرات بتكوني مع شخص مجوزي وبتعيش بتحسي حالك كمان وحيدة، يعني مش شرط. أنا آخر شهرين كنت عم باخد منوم ولا قدر نام، كنت يعني كمان حاسي حالي وحيدة. هل الرجل بحياة المرأة أولا والمرأة الفنانة ثانيا؟ يعني شر لابد منه. إيه بس في قطبة مخفية، وين أين تكمن القطبة المخفية؟ لكن الفنانة الحقيقة، وخصوصا أنا مطموع فيه كتير، والناس قلبي طيبة يعني بتجلقها هيك بعض من الناس. فأنه الواحد بحب يكون على حد حده، لأنه يقدر يدافع عنه أو يرد عنه العالم هيدا، بالنتيجة أنه بيكون اللي معه بيجلقها أكتر، بتصفي قاعدة لوحدها. بأكثر من حديث صحافي وتلفزيوني تحدثت عن دبلوماسية الصمت والتجاهل يلي بتتبعيها. يعني باللبنان الدارج بنسميها التطنيش. كيف بتشرحي هالنظرية؟ يعني أنا طنشت كتير كذا سنة بصراحة، يعني لأنه لحتى أنه ضل اكسب فادي، يعني ضل حدي ما أكون لوحدي وهيك، بس صار في طاقة للتطنيش وخلص خلصت. بس برأيك لازم المرأة دايما تترك هامش من الحرية للرجال، وهل العكس صحيح؟ والله إذا الرجال شاب أكيد لازم يعني تترك له الحرية، إنه ياخو يشم نفسه شوي. وأنا كنت كتير أترك له حرية أحسن ما يفتكرني أني أنا ظلمته، خليه ينبسط شاب يعني يشوف حياته. أنا بهالعمر شفت حياتي كمان. في رندا من بيروت منحكي معه ومنتابع حديثنا. مساء الخير رندا. الو رندا، لو سمحتي بدك توطي شوي صوت التلفزيون عندك تما نرجع نسمع الصدى. طيب طيب طيب. الو تفضلي. الو مساء الخير. اهلا، مساء النور. ممكن احكي كيف انت؟ مساء الصباح. ولك تفضلي. تفضلي. اوكي. الو الو، اهلا، مرحبا بالصباح. يا حياتي يا ست الكل، انت يا الحلوه كثير، يا الصبوحه يا الاسطوره. الله يخلينا اياكي، نحن بنعرفك انت اسطوره الاساطير، ومثلك يا ست صباح ما حيجي. وان شاء الله يا ست صباح هيدي الازمه اللي تمرقت عنك تكون يعني لإلك دفع للمستقبل ولنشاطك الفني. وانت تستاهلي الاحسن والاحسن والاحسن والاحسن. تسلمي. وانا يعني تصوري من زمان بحبك مش من هلا. وانت باذن الله باذن الله قلبك كبير وايمانك بالله كبير، والله الحمد لله وفقك بحياتك، والله عطيكي زهره زهرتين اولادك، وان شاء الله يا رب يا ست صباح ما بتكوني الا من المنصورين. يعني مش عم بحكيكي انه حكي يعني هيك بيردوش او انه يعني عم جاملك، لا لا، مبين من قلبك. والله يا ست صباح من قلبي. يا حياتي. صدقيني صدقيني ست صباح، انت حبيبة قلبي وحبيبة الكل. الله يخلي لي قلب حبيبي. كل اللي مرقوا عليك بتضلي انت مزينتي، لانك انت زينتيهم، انت اللي عملتيهم. وان شاء الله باذن الله ما بتكوني الا
يعني مرتاحة ويعطيك الله أبنيتك لأنك أنت بتحب الخير لكل العالم. شكرا يا رندا على اتصالك. وأنت مؤمنة بإذن الله. الحمد لله. ويعني الحمد لله يلي بعدك بتضوي على الكل وما ننحرم منك يا رب. شكرا كثير على اتصالك يا رندا وعلى محبتك للصبوح. المعجبات كتار ما عم نقدر نهدينا صراحة على التليفون. رولا كمان حب تعطي شهادة وتحكي معنا. تفضلي رولا مساء الخير. رولا من بيروت. ألو بونسوار. بونسوارين أهلا. أنا بس عندي كلمتين بعبروا عن كل شيء. بدي أقول لها بتضل ست الستات وجبل شامخ وما حد حيقدر يهزه والله يقويها. شكرا يا رولا. تابع اللقاء لأنه لقاءنا مستمر مع أنه اللي قلتيهن أكثر من كلمتين. نحن بدنا نتوقف استراحة صغيرة ونكمل لقاءنا المميز والحصري مع الصبوحة. مباشرة من السعودية من جدة تحديدا ليلى نابلسي معنا على الخط. مساء الخير سيدة نابلسي. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. شكرا لاتصالك. شكرا. تفضل. بقدر أحكي مع مدام صباح؟ تفضل. يلا كيفك يا ليلى؟ يا أهلين. يا حياتي. الحمد لله على السلامة. ميرسي. أنا اتصلت فيك قبل ما أجي قالوا لي بعدها مسافرة. كيف صحتك؟ منيحة. والله اشتقنا لك كثير. أنا كمان كثير. إن شاء الله بس يجي على بيروت بنشوفك. إيه أهلا وسهلا فيك يا حبيبة قلبي. أهلين أهلين منورة ما شاء الله منورة. ست ليلى عم تحضرينا؟ إيه. كيف شايفة الحلقة؟ نعم بتجنن. كيف شايف الصبوحة حلقة صبوحة؟ نور الشاشة. نور الشاشة بالحقيقة. يا سلام ما تقلي على صباح هي حبيبة قلبي. حبيبة قلب الجميع. شكرا لاتصالك. تعرفني اني بحبها. شكرا لمتابعتك واتصالك. شكرا يا صبوحة. شو بتحسي وقت رفاق العمر وهالناس اللي بتحبيهم عم بيقولوا لك قديش هن بحبوك؟ هيدي سعادتي بهالدنيا. انا ما غلطت بحق حدا مشان هيك عندي ناس كثير بحبوني. صح. شو رايك رفيق العمر بالاغاني والدرب الفني استاذ وديع الصافي معنا؟ يا يقبرني يقبرني شو بحبه تقبرني. ثنائي الغنائي يلي اخترق بالصوت جدار الصوت يقال. الحمد لله. مساء الخير مطرب لبنان الاول استاذ وديع. يا اهلا يا حبيب. كيفك؟ الله معك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اخبارك؟ جبتوا لنا السبوحه الليله تمام تمسى فيها الحلوه. صح. يا حياتي هاي السبوحة رفيقة الطريق ورفيقة الدرب والشقة والفن والجهاد العظيم المستمر والفنانة المهمة بتاريخ العرب. الله يعطيها الصحة والعافية. وانت كمان يا رب يقبرني شو بحبك. فنان الكبير وديع الصافي. نعم عم. سنين طويلة ورفقة الدرب وصداقة ايضا. نعم. شو جردة الحساب اللي بتفكر فيها لما بتفكر دغري انه الصباح قدامك؟ يعني رفيقة الدرب ما في احسن من رفيقة الدرب. رفيقة العمر والطريق والجهاد المستمر والبطولة والبطولات والعمل الدؤوب. واسم الله كم فيلم عشرات الافلام عملت. واسم الله انت الله يعطيك الصحة يا رب يا رب يا حبيبي. 80 فيلم حبيبتي صباح. شو عاملة صباح؟ فوق 80 فيلم عبي عبي استوى. ايه 85 فيلم. 85 ها؟ يعني تقريبا اكثر من عمر شوائي يعني. يطول بعمرك. يا حياتنا لو الله يطول عمرك يا رب ما يحرمنا منه. خلي لي اياك يكون شدي حالك ولا يهمك قبضاي للابد. استاذ وديع انا وياك قبضاي. ايه واللي عملناه ما حدا عمله يلا. صح مظبوط. استاذ وديع بيقولوا انه رفيق الدرب من المشاهير دايما هيك بيكون في اعجاب او مبطن او بيحكوا عنه. هلا بعد هالايام وبجردة الحساب اللي سالك عنها اليكو كنت شي مطرح هيك معجب ومغروم بالصبوحه وما قلت هالشي او قلته؟ كنا مزبوط بالاول كنت مغروم فيها. ايه ما كانش عندها خبر وما عندهاش خبر يعني. مغروم وحدك كنت صغير. اول ما لبستها انا لبستها بالعالم. كنت بعدها صغيره بالعالم. إيه بأول واحد بسته من بعد بيا وامها. هلا عم تعترف لها بهالشيء على الهواء؟ ايه مزبوط بس على المسرح طلعت على المسرح على الدورة وزلغطت بهذيك البلد العظيم اللي كانت تقولوا بقى ولم تزل. نعم. وكانت ملكة اللون اللبناني.
انا وياها صرنا نزلغط بقى سوا. انا طبعا شاب صغير كمان، تكر هي اصغر مني حبيبي بكتير، مش 20 سنه اصغر مني. لا حبيبي عمره طويل. وبعدين كيف كفى الاعجاب؟ بعدين استمرينا وتعاوننا سوا واشتغلنا، عملنا حفله سوا وانا بعلبك سوا، وانا بعلبك الموسم العزبي اللي هو اهم مهرجان عمل مهرجان. ومضيت فتره مع ابو مصر طويله والسكتش اللي عمل فيلم تبع الكلمات الضايعه عظيم كثير كمان. بتقولي هذا مثل قلعه بعلبك واحسن كمان. حبيبي طبوحه بطلي من الابطال تاريخ انت كمان وانت كمان. واهم ما فيكم اثنيناتكم هي روحكم، روح شباب يلي ما بتخلص. سلم روحك عم الفنان، كل ما بيشوف ناس بتحبه بيرجع عايش من جديد. صحيح، فيتامين. اكيد يمكن الاجتماع فيتامين كمان، الحياه الاجتماعيه. شو بخبرنا وديع صافي عن صباح الاجتماعيه، حياتها الاجتماعيه كيف؟ نمرة واحد اجتماعية، ما في أحسن من ست صالون محترم، تحترم نفسها وبتحترم الناس والناس بيحبوها وبيحتوى قريبي للقلب، وهذه نجوم سبحان الله. حبيبي أنت أستاذ وديع، رفقتها دايما وحكيت عن أفلامها السينمائية، بس أكتر شيء كمان اشتهرت فيه الصبوحة بالإضافة لصوتها الحلو وطلتها أناقتها. نعم. شو بتحكي هيك عن أناقتها للصبوحة؟ اجتماعياتها وأناقتها واحد، توأم يعني ما بتهرهر، ما بتحكي بحدا من رفيقة، بالعكس تشكر الكل وقلب على الكل، وعندها مرتبة بحب السالونات، ست سالون يعني. ولبسة أنيق جدا، ست اللبس يعني ست الفن باللبس يا حياتي، يعني لبسة مثل صوتة فستانة مثل صوتة يعني. حلو حبيب قلبي. مما لا شك فيه كمان انه الأناقة بالفن كتير، هي اللي بتدور، هي اللي بتخلي الفنان يضل. نعم. ويستمر. نعم نعم. نحن كل حدا، كل شخص عم يحكي مع الصبوحة عم نسأله شو بيحب يهمس لها بدينتها هلا بهاللحظة بالذات تحديدا. شدي حالك يا ست صبوحة الى الامام ان شاء الله لا رجوع، وانت ابضاي وتحملي كل شيء، ومرق علينا جبال نحن وبعدنا نحن، وانت بعدك ستظل ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، الله يعطيك الصحه. استاذ وديع كمان، استاذ وديع، نجله وشاهين ترافقوا على ايام موسم العز. إيه؟ شو هيك الاحب لقلبك من اغاني الصبوحه يلي دايما بعيدك لمواسم العز وايام الحب؟ الله معك يا زنباب الفي يا فاي دخلك كبر عربك يمكن نعرب بعلبك. الله معك يا زنباب الفي يا صباح. اي وانت كمان شاهين. شو جابك على ضيعتك؟ ايه انت بدك وادي شهرور بيقول شاهين. قلبني قال لي شاهين بضل. ايه قلب وادي شهرور بيقولوا شاهين. مهضومة الصبوحة. ايه معلوم. في شي نهفات هيك بالكوليس تخبرنا عنها؟ كثير بستحي اقول لك، بستحي. ليه؟ لا لا خبرنا كل شي مسموع. بس هي تنجح وانا ببوسها، وبس انا انجح ما بتبوسني، بتغار مني. صبوحة شو هالحديث هيدا هلا عم يفضح المهرجان؟ عم بتولد. انا بحبه قد الدنيا يا حبيبي. احنا ربينا مثل التوأم بالله بالفن. انا هاوي فيك تودي له بوسي عبر الاثير لانه قال انت ما بتبوسي عم تشكي. معلوم. لا بوسك 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 يا حبيبي انت. شدي حالك الى الامام ولا يهمك القشور، الى الامام. لا شكرا لك. الله قويك. شكرا كثير استاذ وديع. جبليه بشكركم كثير. شكرا كثير يا استاذ وديع. شكرا. صبوحه، شو بتحسي لما بتحكي مع وديع صافي او وقت والله بتحس اني بدي ابكي لانه الزمن وديع وهالزمن الحلو هيدا انتهى وراح، بصير عندي غصه بقلبي. صحيح تغيرت الدنيا كثير، الله يطول عمره يعني، انا باخذ روح فيه بهالدنيا. الله يطول بعمركم. ميرسي تسلم. اذا بدنا نحكي عن افلام كثيره وانفتحت الافلام يلي عملتيها واللي عددها اكثر من 85. ايه بفتكر هيك معظمها بمصر. ايه كيف حتى حسيتي على بالك تمثلي وهالقد يعني حقاً؟ انا عملت كم فيلم بلبنان كانوا مش بطلين. بس طبعا بهالمجال مصر هي ام الدنيا، لبنان بحبوا كل انواع الفنون الا الانتاج السينمائي، غريب ما بعرف ليه ما في عندنا سينما. يعني ان شاء الله قريبا بيكون في نجوم وبيكون في سينما وبيكون كل شيء بلبنان. لبنان بدمي، قبرني ربه لبنان، واللبنانيه بحبوني وانا بعبدهم عبادي. صحيح. اكيد السينما محطات، مرقتي بعده محطات بالسينما، ايها بتحسيها كانت نقطه تحول بحياتك نحو الاحتراف الكامل، وايها كانت نقطه او ذكرى ما بتنتسى؟ يعني الحقيقه اول فيلم لي اكيد كنت عم صلي ليل ونهار اني انجح، وبعدين لا وصال
وبعدين لما وصلت لضل أنا مطرحي. يعني الفن بده جهاد وبده تعب وبده ألف قصة. كتير عفوية بأفلامك، بتشبهي حالك بالحياة. ايه؟ هالشي كان سهل لك الأمور أو لا كانوا مرات يعيطوا المخرجين أنه لازم تعملي غير ما هيك؟ كنت أعرف أن أمثل غير دوري بصراحة. يعني شخصيتي أنا، حتى أستاذ عاصر الرحباني الله يرحمه قال صباح وفريد الأطرش ما ممكن واحد يعطيهم دور إلا هني. صحيح. بيحكوا عن ثيابك كتير صبوحة، وسمعنا أستاذ وديع الصافي شو قال وست نبيل عبيد، شو سر هالأناقة؟ يعني نحن عندنا مصممين مهمين كتير، يعني زهير مراد لبسني فستان على عيد نبيلة، يعني العالم كان حديث العالم وكل المجلات صورته، يعني عملت غلاف وهيك، وكل المصممين يعني مذوقين بلبنان واللي بيعملوا مكياج. صبوحة إلى جانب اللي حكيناه قبل، الصراحة والوضوح، الدقة بالمواعيد، وهالدقة يمكن تعطيك دفع تتقولي الأشياء كلها بوقتها. ايه هالشي رفقك بكل مراحل حياتك يما صار عليك. مزبوط. ايه ما في مرة أبدا أخليت بموعد أبدا. والانضباطية بتلعب دور كبير. إذا كان عندي فيلم يلاقوني قبل الكل ناطرة، إذا عندي تلفزيون قبل الكل يعني. طب ليش بتحس؟ بيقولوا هالشي هيدا من الأخلاق، يعني هالشي بيكون من أخلاق الإنسان. إذا أخلاقه حلوة مواعيده حلوة. وأنا طول عمري عشت بقلب أبيض، ما أذيت حدا، عندي مبادئ، عندي عطاء للكل الحمد لله يعني. وأكيد ما بنسى صديقتي مريم أبو جودي كمان، ما تتركني أبدا يعني، كل ليلة تقريبا أنا عندها. وأستاذ مراعي عبد الله كمان مجلة ألوان كتير كتب مقال كتير حلو، يعني كان في توازن بالنسبة إلي ولفادي. وبحب أنه أنا يعني ما حدا يجرح فادي بأي مجلة بدها تكتب، ولحد هون وبس أرجوكم، لأن بيجرحوا كأنه جرحني. وأنا ممنون تكون كليتكم، ممنون كتير، تضلوا حدي وتضل حدكم يا رب. صبوحة في معنى زين العمر كمان حبيب يسلم عليك. ايه زين حبيبي، مساء الخير يا زين. مساء الخير. شو أخبارك؟ منورة الشاشة. مساء الخير لكم جميعا، منورة الشاشة. مساء الخير زين. ولك يا حياتي أنت ما في مثلك حبيبة قلبي. طيب شو أقول لي بعمرك صبوحة؟ وأنت كمان يا رب. زين لو سمحت هالتلفزيون شوي عالي، المطرب الأكثر جاذبية الأكثر. أنت عارف لما عملنا قبل رأس سنة معك مقابلة، صحيح، فبس رحت على مصر ناس كتير قال شو بك تتجوز زين العمر وفادي معي، يعني مش إنه طلعت إشاعة لأني قوي. شكرت فيه ولا. وأنا بحبه كتير من زمان. شو نوع العلاقة اللي بتربطكم زين العمر مع الفنان زين العمر؟ أنا بعرفه من أيام كندا، شفته هونيك كان بعده مبتدئ، قلت له بده ان شاء الله انه يعني انك تنجح وتوصل، وهلا عنده اغاني بتجني والعالم بس يطلع على المسرح كثير بحبوه. بمصر عمل جو، مصر انا كنت خايفه بالاول يعني بصراحه، وبعدين لقيته عمل جو، قاموا كلهم رقصوا معه ودبكوا معه يعني كان شيخ الشباب زين. شو بدك تقول للصبوحه؟ انا يا صبوحه بدي اقول للصبوحه انه الله يطول بعمرها، يلي هي عن جد ملكة الأخلاق والذوق، وما بنسالها مساعدتها وتشجيعها لإلي لآخر حياتي يلي هي قدمتني لأول مرة بمصر. وبدي أطلب من الله أنه إن شاء الله الله ما بزعلها ولا نهار بحياتها، ونحن كلنا حدا والله يطول بعمرها ويخلي هالمحبين حواليها، لأنه الصبوحة علمت كل الفنانين الذوق والأخلاق والتواضع يا حبيبي. وبدعينا بطولة العمر. وشو بدي اقول، ان شاء الله الله بيخلي الضحكة على وجهها، لانه هي صباح رمز من رموز لبنان، الله يخلي لنا اياها يا رب. والله يطول عمرك حبيبي ووفقك يا رب. التهموك هذيك مرة انك انت كمان لعبت لي بعقلاتي مع اني ما شفتك بمصر انا. اكيد حد مشكور اتصال. بدي اقول الله يسامحهم. وشو هالحديث الحلو، انه اللي انت عم تتمني انه ما حدا يجرح بحدا، وانا بتمنى لك السعادة لإلك ولفادي. نحن كمان من ضمن صوتنا وانت على صوتك. نحن كتير نشكر اتصالك ومشاعرك زين العمر، وعلى امل اللقاء قريبا. شكرا كتير لاتصالك ولشهادتك بحلقتنا المميزه. صبوحتنا ما بفينا نقول لك قد ايه مدى سعادتنا انه خصصتي فقط الاوربت بهاللقاء الاستثنائي الحلو، واتصلتي فينا وشفناها. الاوربت يعني تلفزيون مهم جدا، العالم كله بتحب هالمستوى الموجود بالاوربت وهالجميلات اللي مثلك. شكرا صبوحة. صحيح. اخر وقفة اعلانية ومنتابع حديثنا كمان مع صبوحة. يعني. ولكم كمان يعني.
شكرا للمتصلين وهن كتير كتار، وعذرا منكم انه ما عم نقدر نمرقكم على الهواء لضيق الوقت ولكترة الاتصالات. بالفعل السنترال مسكر اتصالات عمرق، بس كنا متفقين مع بعض الفنانين اللي حبوا يبدوا بشهادات ويحكوا مع الصبوحة، متفقين معهم مسبقا، فعذرا وكأنكم حكيتوا على الهواء. شكرا لاتصالكم واهتمامكم بالصبوحة باسمي وباسمها. كمان اضافة للاتصالات في فاكسات كتيرة عم توردنا، رح اذكر منا بعض الفاكسات. في فاكس من جيرار أفيديسيان. جيرار بيقول لك الحمد مخرج لبناني، الحمد لله على السلامة، ولا يهمك يا صبوحة، أنت موعودة بالمسرحية القادمة من إيدي وقلبي ومحبتي لإلك. جيرار أفيديسيان. أيضا فاكس سلام خاص وكبير من راغدة وعايدة. سلام خاص وكبير جدا من راغدة وعايدة إلى الشحرورة الصبوحة، ونقول لها الله يكون معك ويقويك. جميع أفراد العائلة مجتمعة لمتابعة أخبارها عبر عيون بيروت، ونتمنى لك طول العمر وكل الحظ. شكرا. أيضا فاكسات كتير وصلت لنا من حسن من السعودية، شكرا. سعاد من الإمارات، محمد من الكويت، شكرا لاهتمامكم ومواكبتكم لها الحلقة المميزة الصبوحة قدامكم. أنا كمان نشكر أستاذ نيكولا صباغ لأنه واقف جنب كل فنان الحقيقة، وبالأخص أنا يعني أكثر من خي، الله يوفقه ويضل يعطينا هالبرامج اللي فيها مستوى وناجحة، وبيخلينا ياكل. شكرا. بشكرك كثير، وبيقول لك هيدي وجباته. كمان الزميل غسان سالم تلفن قبل الهوا، دخيلك إلي لأني بحبها كثير. يا غسان حبيبي. في معنا صار سمير صبري من استوديوهاتنا بمصر. مساء الخير أستاذ سمير على التليفون. كمان بده يحكي معك. مساء الخير أستاذ سمير. الو. ايوه معنا. الو. ازيك؟ الو بيروت. نعم. من فضلك يا عيني. القمر اديني القمر الصبوحة حياتي هون الصبوحة. ايوه. ايه الابيض الجميل ده؟ حبيب قلبي. ايه العقد الحلو ده؟ وايه الخلق الجميل ده؟ ده من مصر. ايه يا ملكة الاناقة؟ ده العقد ده من مصر والحلق. انت عارف اني انا جالي جواب بعد برنامجك عايز واحد يتجوزني هذا المساء، بعد هذا المساء. انا جالي طلبات كتير قوي يقول لي الصباح سابت جوزها، قلت له والله ما اعرفش. قال لي لا احنا عايزين يعني بس قول لنا المواصفات ايه. بس كان تروح تعيش في بيروت بقى معاها او يعني كان التصوير روعه عندك بهذا المساء غير روعتك انت. طبعا يا خبر ما كنت قاعده معاك. لا بعد كده ما شفتوش بقى لما تعمل على الفضائيه وتعاد وتعاد وتعاد. لا ما شفتوش. بس انت صحتك كده حلوه، انا شايفك دلوقتي على الشاشه. صحتك ما شاء الله الحمد لله. شميتي هوا لبنان. طبعا. استاذ سمير صبري بنعرف انه سنوات من الصداقه جمعتك بالصبوحه، شو بتحكينا عنها؟ يا سلام، سنوات انا ما شفتش واحده فنانه يعني اولا عمرك ما تسمعي كلمه عيب من صباح في حق اي حد في العالم كله. يعني ست ما تعرفش الغلط، ست تعرف الواجب، ست تحب كل زملائها، عمرها ما عرفت الحقد، عمرها ما عرفت الغيره، وده واضح على وشها وواضح على فنها وواضح على شغلها. وبعدين لما تيجي تشوف العطاء العظيم من الاعمال السينمائيه الرائعه اللي قدمتها صباح حسب ما بنشوف على الفضائيات دلوقتي، ونسترجع ايه الفن الجميل وايه المشوار الطويل اللي عملته صباح، مين من عمالقه الغناء والموسيقى قصدي ما لحنوش لصبوح؟ يعني شيء عظيم عظيم عظيم. بعدين حبها لشغلها وحبها لاصدقائها ووفائها للناس، ما انا ما شفتش حقيقي يكفي طلتها لما تخش عليك كده. يبقى الواحد مهموم وزعلان وتعبان تخش صباح غصب عنك تضحكي، يعني في طله كده ليها مش على حد تاني خالص. بحبها انا جدا جدا جدا. وانا جداً كمان جدا, جداً. وانا وانت كنا اتفقنا على مسلسل ماشي الحال ولا لا؟ ماشي الحال. احنا عملنا مسلسل في الاذاعه من 3 سنين. لا أنا دلوقتي انت عرضت عليا ايوه عرضت عليا مسلسل جديد. لكن انا بقى ان شاء الله خلال اسبوعين هجيبك كده في اول شهر نيسان واجيب لك ملخص المسلسل التلفزيوني اللي انا حكيت لك عليه. تنور يا معلم. انا بدي مسي على بيروت ولا مسافره يا معلم؟ لا في بيروت. انا بدي مسي عليك على كل اللي عندك. انا بدي اسلم عليك كمان والمذيع القمر. المذيع القمر برضه اللي قدامك ده. شكرا لك.
بدي اسالك سؤال اخير. ما تحرمناش منك من فضلك. لا طبعا يا حبيبي انت. سؤال اخير لو سمحت، بنعرفك مستعجل. في شيء هيك بيمرق براسك بلحظات جماعتك مع الصبوحة، فيلم او عمل استعراضي، شيء لحظة هيك ما بتنساها؟ في عمل استعراضي ايه بتقول ايه؟ في شيء لحظة ما بتنساها حصلت بينك وبين الفنانة صباح بشي عمل؟ لحظات يا حبيبي، يعني انا حالك حاجة، احنا عملنا سجلنا من سنتين كلمة دويتو غنائي انا وهي لحنهن فاروق الشرنوبي. صباح حفظت اللحن في ليلة واحدة. رحنا نسجل في الاستوديو، كانت كل الاشياء تبين ان احنا مش هنقدر نسجل، المهندس اتأخر، معرفش حصل ايه في المكان، يعني حصل مليون حاجة. فجأة الالبان الابيض نضح على الشغل، سجلنا الدويتو اسمه الله عليك يا ملاكي، اتعمل في 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 من وان تيك، يعني ما عدناهوش حتى، وما شاء الله على جماله. ولما اتعرض يعني ان شاء الله انا هجيب لك نسخه منه تبقى تعرضه عندك في البرنامج الجميل ده. ذكرياتي مع صباح لا تنتهي. اذكر ايضا مره ان كانت زوجه لرجل عظيم اسمه جو حمود، وجه القاهرة، كان جو حمود بيغير جدا على صباح، مش عارف مخلوق يجي جنبيها، ولا حد من الأصدقاء ولا حد يكلمها ولا 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 ولا. فبصعوبة شديدة أقنعناه إنها هتيجي تسجل معايا في البرنامج بتاعي في الاستوديو. فدخل وبلانكة الشنوب، هو قال ما حد يسلم على صبوحة. أنا مش سامع ده، مش واخد بالي، جري عليها وبنسى. الراجل ده يعني ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحه، جه كان عايز يعني يمسكني من رقبتي ويخنقني، ايه ده انت بتبوظ الصبوحه؟ فهي قالت له لا سمير ده اخويا، سمير ده حبيبي. هدت الموضوع وغمزت لي كده من بعيد، وتم التسجيل على خير. يعني انا لو اذكر لك ذكرياتي مع صباح هتاخد مسلسل مش حلقات. ليش لا نعمله المسلسل؟ وخليها أمر زي ما هي، ما أنا شايفها قدامي على الشاشة دلوقتي، ملكة الأناقة وملكة القلب الحلو وملكة الفن وأسطورة الغناء اللبناني الجميل وسفيرة لبنان في جميع أنحاء العالم. شكرا، شكرا كثير لاتصالك الفنان سمير صبري من مصر، وعلى أمل لقاء فيك قريبا لما بتجي على بيروت إن الله رد. شكرا. صبوحة سمعتك عم تسألي لسمير وين صار مشروع المسلسل، شو عم تحضري؟ هو عم بحضر لي مسلسل بده، بعد ما قرني بس حكيت انا وياه، وكنا بس اعمل برنامج انا وياه، يعني انا وسمير كنا يعني كوب المهم كل برنامج وانا معه وهيك وحفلات فمرات يبقى انا مرتبطه بانسان ما مش عايزني اروح، قال له حيصوروك، تعا بدك تتصور بياخذوا منك حديث، وانا اقول له الاستاذ سمير بس يحكي شله حديثه يلا. صباح عند احلام مؤجله بعد ما عندي أحلام بعد؟ عندك أحلام مؤجلة تحب تحكي؟ والله الفنان يعني ما بينتهي، في ناس كتير بقول ليش بعد عم تغني وليش هيك، أنا صار لي 10 سنين ما غنيت بلبنان إلا بحفلة رأس السنة، وهلأ يعني ما عم بغني إلا إذا أجاني حفلة على مستوى أو سفرة أو شيء، يعني مقلل كتير من شغلي. فمادام أنا بقدر أعطي بعد، ليش بدي أقعد بالبيت محرومة من كل شيء يعني؟ والله يعطي الصحة لكل فنان. صحيح ان شاء الله يا رب. بعدين استاذ ميشيل جحا عمل لي غنيتين وتلحين جوزيف جحا، والله يعطيه العمر. بعدك خدت صوتك، انا حسب ما عرفت انه الموسيقى خلصت. ايه الموسيقى خلصت. روق يا فاروق، روق يا فاروق، حاجي معجوق، حاجي معجوق، كل اللي معك ومع اللي معك ما بيجيبوا لك خبز من السوق. روق يا فاروق، روق يا فاروق، روق يا فاروق، روق يا فاروق. كلمة كثير حلوة، الحركة الشهيرة عشان تكون كلمة حلوة. مساء الخير زينة. مساء النور. تفضلي، شو بتحبي تقولي لها للصبوحة؟ يا أهلا وسهلا فيكي، منحبك كتير كتير كتير. أنا كمان. أنا بدي أقولك إنك طلعت المرة الخامسة بالأناقة بالعالم. يا حياتي. إذا حدا طلب منك فستان بتعطي ولا ما بتعطي؟ والله عم بعطي الحقيقة. والله. إيه ليش لا؟ معلوم من قلبي بعطي كمان، يا ما عطيت عرايس وناس وهيك كتير. طب واللي بده ياخد منك فستان كيف فيه يعني؟ يعطوك الرقم تحت الهواء. يا زينة شكرا على اتصالك. شكرا.
مظبوط صبوحة هيك في حدا ياخد فساتين بتحبي إيه انه تخلي ازياء؟ انا بحب العطاء، عندي اجمل شيء العطاء، وما ندمت بحياتي على اي شيء يعني عطاء. والله يخلي لي اختي لميا تقبرني ان شاء الله، بحبها كثير ما الي غيرها، وبنتها كلودا عقل يعني ست ناجحه، كلودا مخرجه وست هيك ذكيه كثير بتريحني بكلامها الله يخليها. ونبيل ابن عمي ابن الشحرور نبيل فغالي يعني كمان ما بيتركني ابدا الله يطول عمره. عسيرة الازياء بدي افتح هيك شغله صارت برات الهوا، كان قالكوا عم يتغزل باناقتك وباللون الابيض وهالاناقه الحلوه، وجاوبتي جواب بضحك، فينا نرجع نسمعه؟ قلت له بس البس ابيض بدي اتجوز. شو ما بقدر، لا اليوم حاطط تركواز معه ما بينفع. ما بينفع لازم يكون ابيض كله. بعد بتعديها صبوحة؟ يعني ما بفتكر بهالعمر، لانه انا يعني شو بدي اعطي للرجال بهالعمر؟ ما في اعطي غير اسم صباح يعني بكفي. ويمكن اكثر بكفي وبزياده. خلينا نشوف بشرى من طرابلس حبت لنا مساء الخير. بشرى حبيبتي، بشرى مساء الخير، تفضلي. مساء الخير صبوحه، كيفك بشرى؟ حبيبتي انت، حبيبتي انت كمان. بس ما بقبل اقول اني سمعت اني عم تقولي هلا بحديثك اني نزلت دمعه من عينك بالاوتيل. ما بقبل، اذا انت بدك تحكي هالحكي شو نحن نحكي لعني؟ وكل هالتليفونات اللي عم توصل، الناس كلها بتحبك وبتعشقك، ما عندك وحده ابدا صباح، ونحن كلنا لعليك. مرسي حياتي، انا لان كنت وحيده بالاوتيل مش هيك، لا ببيتي مش وحيده الحمد لله. حبيت قولي لها شيء ثاني بشرى او اي سؤال؟ بشرى بتعرفني انا وحامل بابني، ثاني جوابتي. انا حامل خبريه. شو خبريه؟ شايفه خبريه حلوه. شو كيف خبرينا؟ بشرى فاكره حامل، كانت احلى مره حامل بالعالم. يعني بيقولوا حبله حلو. حبله حلو لا كانت هيك بخوف. كانت تاكل افندي بطرابلس. وناطرينك بالشمال يا صبوحة، هذا بلدك وقت اللي بدك. ما عندك شكرا، ميت أهلا وسهلا، وأنت مثل أختي شكراً أكثر. شكرا بشرى، تحياتنا لأهل الشمال كلهم. وأنا برحب بسهيلة معنا على الخط. مساء الخير سهيلة. ألو مساء الخير، أهلا فيك. نحن عم نزعجكم ما تأخذونا، بس فينا أبداً. نحكي مع ست صباح لو سمحتي. تفضلي على الأكيد. ألو مساء الخير ست صباح. أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. يعني لو بتعرفي بعثتي الأمل بقلوبنا كلنا ونورتي قلوبنا بفرحتك، يعني ضحكتك نورتنا كلنا بفرحة. يا حبيبتي وبدي أقول لك شغلة، طول عمرك ست الأناقة وكنا نطلع فيك لناخد آخر موديلات العالم. هلأ بعدك مش بس ست الأناقة، ست الكل بالمعنويات وبالقدرة وبالأخلاق وبالشخصية، مش معقول سيطرتي على الكل. الحمد لله يا رب. إن شاء الله بتضلك بوجنا وتعطينا الأمل لحتى نكوني قدوة للكل بسرعة. بتضلي لي محبتكم يا رب، ما يحرمني منكم. الله يخلينا إياكي، ما تتصوري قدي مبسوطين نحن واقفين وعم نطلع وما مصدقين عيوننا قدي مبسوطين بضحكتك. يا حياتي الله يخلينا إياكي. وإنت كمان سهيلة، شفت الإعلانات على الأوربت وكنت ناطرة هاللقاء من قبل؟ لقلك صراحة لا والله، هلا أول مرة أنا بالصدفة لقيت المقابلة وما قدرت قاوم إنه لما شفتها مباشرة، ما قدرت قاوم غير ما إنه أتصل لو بدي أقعد ساعتين على التليفون. يا حياتي. ولك يا أهلا فيكي مشاهدة جديدة على بيروت. إن شاء الله منقدر نشوفك شخصي بأقرب وقت ممكن، وتعنونا على أقرب حفلة لنروح لقلك دغري. يا حياتي. وتدلك فوق راس الكل يا ست صباح. ميرسي قلبي، الله يوفي. شكرا يا سهيلة على اتصالك. صبوحة لو أعاد ربنا سيرة حياتك من جديد، هل بتعيدي فصولها بنفس الطريقة وهل أنت ندميني على شيء؟ يعني أنت بتعرف إذا أنا ما في أحكي شيء عاطل عن حدا، يعني بدي ضل أحكي أنه هيك ولف ودور، إذا الواحد ما بيقول الحقيقة مية مية ما لشو. وانت في أشياء أنا بحب إذا حدا أو ضايق حدا ما بقعد فيه نام بزعل الحقيقة ما بقدر أقول إنه كل إنسان ما انبسط معه، طبعا تمر سنين الإنسان يعني بتكون حلوة بحياته وسنين أوقات عاطلة، هيدا من الله. المهم أنا مؤمن جدا وليل ونهار بصلي وإله الكون ما تركني أبدا. وهيك صبوحة بنعرف أنك بتحب الجيل الجديد وبتشجعي ايه؟ باستمرارية طريق الفن، مين بتشوفي من هالأجيال اللي طالعة هيك ناس بتشوف حالة صبوحة فيهم وبتنبسط بصوت؟ يعني الحقيقة كلهم عندهم لون لألون ولابسين شي خاص هيك، يعني أنا ما بقدر ألبسه بحياتي، يعني صارت الموضة هيك وكلهم ناجحين وكويسين، بس هالأغاني كلها تقريبا مثل بعضها يعني بحاجة لتنويع شوي. مدام سعد مساء الخير، تفضلي حضرتك على الهواء. بونسوار. مساء الخير. بدي احكي مع ست صباح. تفضلي. تفضلي. ست صباح كيفك؟ منيحة. انا بحبك كثير.
انا مره معاقه ما بقدر اروح احلى يا حياتي. بس من زمان انه انا بحبك وهيك وانت ست الستات يا حياتي اسطوره العرب يا حبيبتي. انا دخيلك ما تبكي، انا قوام قلبي بموت بيوقف ما بحب حدا يبكي. ما بقدر بس حتى اسمع صوتك اسمع غنى. كيف بدي اعمل لك سعاده؟ انا مستعده. شو بدك سعاده مني؟ شو بدك اي شيء؟ انا بامرك يا حياتي. بدي رقم تليفونك لاتصل فيك بقى. تكرم عينك. يلا بتمني لك طول العمر ربي. ميرسي يا حبيبي. وحط عمري. لا بعد الشر عنك يا قلبي، حبيبه قلبي انت يا حياتي. وآمنة، الإيمان أهم شيء. ممكن ترجعي صحتك منيحة وكل شيء. في الصباح عندي ثلاث صبايا. الله يخلي لك اياهم. جوزي مريض وهيك ماشي الحال. يا مرام حبيبتي يعني. شكرا، الله يقدم لكم الصحة. شكرا لاتصالك مدام سعد، نحن كثير بنقدره. بتعرف انه ابني حكيني من امريكا لحتى يقول لي اليوم انت طالعة بالاوربت؟ قلت له ايه. شو عرفك؟ قال لي قالوا لي ببيروت انك طالعة. ايه عملنا بروموشن كثير قوي. يا ماما يا ريتني انا معك وشايفه صورتي وعم تبكي. بقول لك يا ماما ليه عم تبكي هيك؟ انا اشتقت لك كثير. جاي على بيروت دخلك قريبا هويدا؟ انا سمعت بدها تاخذ الباسبور هالشهر وبتجي ان الله رات. وعرفنا انك رحتي على امريكا او بدك تروحي على امريكا؟ رحت قعدت معهم سنه. هيدا اول ما سخنت تنذكر ما تنعاد. بس عدت رحت كمان قعدت معهم شهر بعد ما صحيت وصرت منيحه وصحيت بفضل ابني يعني. يقبرني انا. هلا رح تروحي صوبون؟ ايه بدي روح صوبون. هلا عندي دكتور كمان صديق كثير ما بيتركني، كل يوم بيسال علي بيخذ لي ضغطي، اسمه نيكولا خلف. من حي من عيون بيروت. صدقيني صبوح الاتصالات منهالة على التليفونات، بس بدنا نطلب بس من المتصلين ببيروت انه نترك شوية مجال للاتصالات بركي تجينا من العالم العربي، لانه كمان في ضغط على الخطوط. نيلي بس حابة تحكينا من بيروت. مساء الخير نيلي، تفضلي. نيلي الو بونسوار. بونسوارين الو بونسوار. تفضلي. بونسوار. كيفكم؟ الحمد لله. تفضلي لو سمحتي بسرعة. اوكي بليز، بحب احكي مع صباح، مع الفنانة صباح. تفضلي. يلا تفضلي. مدام صباح، انت هرم بمصر يا حياتي، بالوقت جيت وقرب لبنان حبيبتي. وبدي اقول لك انت كان سمين ما ممكن يتعوض. او بالوقت جيته بتمنى لك الحياه اطول اطول حياه ممكن تعيشيها. والله بريد ان شاء الله. شكرا كثير على اتصالك. بدنا نعتذر من المشاهدين، ما بقى رح نقدر ناخذ اكثر اتصالات حتى نقدر نحكي معك اكثر. صبوحه يلا. بتحس التاثر بادي على اصوات معظم يلي اتصلوا فيكي من غير يلي بكيو او كانوا متاثرين؟ ايه كثير تاثرت فيي. شو بتحس صبوحه يعني؟ وقت تسمع يا ريت بقدر اعمل لها سعاده باي طريقه. صحيح يعني حضورك بيسعدنا وبيسعدهم كلهم اكيد. يعني كنت رح ابكي يا حرا. هل كل لحظات الله يشفيها؟ هل بكل لحظات حياتك صباح كنت تحسي انه حب العطاء عندك اكثر من كتير حب التلقي؟ كتير. وهيك كثير قلبي ضعيف، بس حدا يصير له شيء ما بعرف بنهار بجن. طيب دائما وقت اللي بيعطي اكثر بينتظر مرات انه ياخذ. صباح دائما كانت وقت تعطي تنطر بالرد المعامله شو بدها تاخذ؟ لا ابدا ابدا، هيدا العطاء بيعمل لي سعاده. وطبعا اللي حوالي اذا هني مش احسن مني انا ما بقدر نام. وبنتي من غير شر كمان ما لقيت شغل لحد هلا، واكيد ترك يعني مخليتها ملكه وما لي غيرها. طبعا بكل حال معروف كرمك ومعروف عطائك لكل اللي حواليك ولكل مين بدق بابك صباح. النجاح كثير مهم حسب خبرتك بالحياة، النجاح مهم كثير، ولكن شي. الأهم من النجاح هو استمرارية والمحافظة عليه. مزبوط. كيف بتشوفي هالشي وشو بتنصحي اللي وصلوا للنجاح بحي الله ميدان مش بس بالحب؟ مش بس يعني هي زمان بالفن. الأيام كانت غير شي للفنان، كنا نحن مثلا في اثنين ثلاثة بس بيغنوا وبيصيروا يعني سوبر ستار نجم النجوم، بس هلأ صار في كثير. يعني صار أنه معقول إذا استمروا بأغاني ناجحة بيستمروا، إذا لا ما بفتكر بيستمروا. الغنية الناجحة بتخلي الواحد يستمر. فإذا بالعمل الغنية الناجحة هي حظ للفنان صراحة. صبوحة كنا قلنا ما بقى رح ناخد اتصالات، بس كانت رنا بعدها معنا من القاهرة وما قلنا قلبنا طرنا. يلا القاهرة. مساء الخير يا رنا. ألو ازيك يا صباح؟ ازيك أنت يا حبيبتي؟ عاملة إيه؟ كويسة؟ أنا كويسة وحشتوني. وأنت والله الواحد مبسوط قوي قوي بجد إنه شايفك يعني بصحة كويسة. الحمد لله. الحمد لله. وأنا حاولت أكلمك لما كنت في القاهرة اليوم في مصر بس ما عرفتش أكلمك بصراحة. آه
بختي وحش. لا انا اللي بختي وحش يا صباح والله. وفي شيء محدد رنا بتحبي تساليها ايه لست صباح؟ لا ربنا يخليها لينا بجد. ولا ونفسي اشوفها في عمل فني قريب بس ان شاء الله. وبسلم عليكم وانتم المذيعين وثانك يو فيري ماتش. شكرا لك يا رنا على اتصالك. انا بمصر الحقيقه حب لالي غريب يعني انا كمان بعبده لان بحبوني بشكل. انا كنت مره قاعده بالاوتيل بالفي اي بي صالون هيك صغير وشو كان في عرس بالاوتيل كل اللي بالعرس اجوا لعندي لفوق وعم العريس اللي دخيلك مشي هون بس نزلي شوي على العرس وبعدين جابوا لي الامن وجابوا يعني ما يعني حبهم الي. انا كمان بعبدكم يعني مصر ام الدنيا يا حياتي. صباح بتعتبري هالشيء مسؤولية كبيرة على عاتقك بكل سنين عمرك هالمحبة هيدي وهالانتباه؟ يا خي لو من هالمحبة شو بصير فيي انا؟ كنت بقعد لوحدي هونيك الاكتئاب بقى. غير مصر قد ما قعدت بهالاوضة مثلا يفوت حدا يقول لي بتريدي شيء قول له انهتوا لي انبوز لأنه زربت مثل العصافير شو بدي اعمل؟ غير مصر أي بلد كمان بعد عزيز على قلبك بعد لبنان؟ ليك الحقيقة نحن الفنانين بنحب كل البلاد. أنا بحب السعودية كثير كمان لأنه وقفوا معي كثير منيح والفنان بيروح أي بلد الناس بتحبه فبحسها بلده. الكويت كمان بحبها. وعندك أصدقاء بكل هالبلاد؟ بكل هالبلاد إيه دبي أبو ظبي البحرين كلهم إيه. أنت من اللي بيؤمنوا إنه الصداقة يلي لازم دايما تشوفوا بعض لما الصداقة صداقة لو ما قدرتوا شفتوا بعض كيف بتلحق تشوفي كل هالأصحاب؟ الصداقة صداقة لو ما شفنا بعض. أنا ما كتير عندي وقت أقعد أحكي بحق بإشي عادية يعني ما إلي جليلي يعني لو عندي صديقة شو بقول مثلا شو لبستي شو أكلتي وجوزك معذب شو طبختي هودي ما كانوا بحياتي أبدا بس بقعد مع خياتي كنت. طيب صبوحة هلأ بعد هالحديث وهالوقفة وهيك شو بتشوف بعد لقدام وشو سر الشباب الدائم والمتجدد عندي؟ هيدي نعمة من الله. أنا بقول كل إنسان مؤمن بضل هيك نعمة من عند الله الحقيقة. وشو طموحي بعد للمستقبل يضل إلي محبة من العالم ويرجع لبنان أحسن مكان الله رد والبلاد العربية كلها. طيب نحن بتعرفي قديش مرقين بفترات صعبة بضائقة مادية بهموم بتعرفي بوضع مزبوط. بالمنطقة وضع مزبوط. إقليمي مش كويس بس دايما بيبقى الأمل هيك فسحة للناس صباح يلي دايما على وجه الإشراقة والتفاؤل شو بتحب تقول لهالناس يلي بينطروا هيك لحظة يمكن بينطروا هيك حلقة تي تحت أنا بقول لهم أنه قصة الاقتصاد موجودة بكل بلد يعني أنا رحت بكل المطارح وكل البلاد كل الناس يعني عندهم حالة مادية مش منيحة يعني مش بس لبنان قايم بعد حرب وهيك. إن شاء الله أنا بأملكم أنه لبنان راجع وأحسن مكان وخليكم عايشين مبسوطين وهو الساتر أسعد شيء اللي معه مصاري بيتعذب بصراحة يعني هيك. يعني صبوحة هالجلسة معك بتشرفنا وبتسعدنا خصوصا انك خصصتي قرب بدون غيرها بهاللقاء التلفزيوني الحلو. بدي اقول شي بعد دخيلكم قصتي صارت مسلسل وين ما كان يمكن لانه ما عندهم اخبار جديدة بفتكر هيك انه عملوا معروف يعني ارحمونا شوي وممنوني كمان منكم كتير. أنا كتير بشكر حضورك باسمي ومش بس باسم رولا باسم كل زملائي بعيون بيروت وكل العاملين معنا بسديواتنا ببيروت من قلك أهلا وسهلا وإلى الأمام. بيروت بس.